السلام عليكم ومرحبا بكم معي على قناتي جميلة بريستيج. كما عودتكم دائما تطبيق جديد، وهو جديد في قناتي ولكن هو موجود عند الأخوات ما شاء الله في القنوات على اليوتيوب، لكن أنا بعد إصرار كبير من المتتبعات ديالي على الفيس كروشي بريستيج وكذلك على الانستغرام كروشي بريستيج، فكانوا أصروا علي أنني ندير لهم الطريقة كيفاش كنفرق الخيط والطريقة كيفاش كنحبك. كانوا اخوات بزاف قالوا لي انهم عمرهم ما شدوا الحرير المبروم، ديما كيخدموا غير بالصوفه. فالحرير المبروم البنات هو هذا كما كتشوفوا معايا، اللي هو اصلا الحرير الخيط ديال الرباطي. البنات بزاف سالوني كيفاش كتبرميه، انا ما كنبرموش، هذا هو هكا البنات راه مبروم، هو كيجي خيط بحال هكا مبروم. الحاجه الوحيده اللي كنديروا ليه هو، انا صراحه ما كنفرقش هنا عندي في الدار، يعني بالعكس كنجيبو، يعني ملي كنشريه من عند مولاه هو عنده اللي عنده الماكينه باش كيفرق. فهاد الجراره كيفرقها، اللي كيجيب لي كيعطيني مثلا ثلاثه منها كيوزع ليا فيهم هاد الخيط، هادي كيحسبها ليا بدرهم بدرهم، هاد الجراره كتحسب بدرهم. هادي البنات عندنا ب 13 درهم كتباع، ولكن طبعا كتكون عامره اكثر من هكا، يعني راك تفرقي فيها ومازال كيبقى خير. كنفرق في ثلاثه ديال الجرارات، وهاد البوبينه هي الرابعه، يعني عندي ما كنقول لكم راه كنخدم بربعه. بالنسبه للاخوات اللي ما مثلا ما كيلقاوش اللي كيفرق ليهم او ما عندهمش اللي ما كيكونش حداهم، شوفوا الطريقه راه سهله جدا وعمليه صراحه. ها نتوما، ها هو الراس ديال الخيط، وهذا ياك كنشدو وانا هكا، ها هو كنشد من هنا، هذا هو الراس ياك، هذا هو الراس، ها هو شحال ولاو عندي البنات هنا، ولاو عندي ثلاثه د الخيوط. اذا ها هي العمليه ديال وانا فين كنجي، فين كنجي باش كنخرج الخيط، كنجي لهاد العين هادي، هي دائما اللي كتبقى معايا، وهي دائما السر في انني كيوليو عندي ثلاثه ديال الخيوط. نتمنى التصوير يكون واضح، نبعد لكم شويه. ها هي نعاودها مع البنات، انا نعاودها معكم باش يكون تصويركم واضح. ها نتوما شفتوا، هذا هو الراس ديال الخيط، وهذا كنجيب هنا كيوليو عندي شحال، ها هما جوج ياك، ولا عندي جوج خيوط هما اللي شاده انا في يديا. غنجي لهذا اللي في البوبينه، هو هذا ياك، اذا شحال ولاو عندي ثلاثه، شفتوهم ثلاثه ديال الخيوط. هذا الراس ها هو، هذا الراس هو اللي كنشدو اللي فيه البدايه، هو اللي كنشدو انا وكنلويه على هاد الجراره بحال هكا بحال هكا، حتى كنقرب نوصل لهاد العين اللي انا درتها وكنخشي. ها هي بحال هكا تشوفوها نتوما، شو العين ها هي، كنخشي الخيط كنخرجو بيديا، ها هو فوالا كيتجر ليا الخيط من منين كيتجر ليا الخيط من الجرارة الكبيرة، وجرارة صغيرة أنا شاداها. إذا شحال عندي عاوتاني ديال الخيوطة، هاهما البنات ثلاثة، ثلاثة ديال الخيوطة اللي كنجر، كنشد عاوتاني كنلوي، أنا كنلوي كنلوي تا كنوصل فين، تا كنوصل لهنا، تا كنوصل لهاد البلاصة ديال العين، حيت هي اللي كنخرج منها الخيط ديال الجرارة الكبيرة. فوالا ها هي شو، يعني العمليه سهله جدا. ها نتوما هنا، ها نتوما كندور عاوتاني، كندور 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 حتى كيخرج ليا من هنا، ها هي العين، كنخرج عاوتاني هذا الراس، الخيط ديال البوينه الكبيره كنخرجو، كنجر كنجر مثلا القياس اللي بغيت اللي قديت عليه. فوالا انا دابا كنجر، ها نتوما باش يبان ليكم كيفاش، ها نتوما شوفوا شحال جريت شي، من بعد من بعد كنشد عاوتاني كنبقى نلوي، كنبقى نلوي نلوي نلوي، وراه عندي ثلاثه الخيوط اللي كيتلو ليا. اذا هنا انا ربحت شحال من بوبينه، ربحت جوج بوبينات ربحتهم، وفي نفس الوقت درت غير جراره وحده اللي فيها الخيط، اللي فيها الخيط على ثلاثه. كيبقى دائما هذا الخيط على ثلاثه كيتكرر معايا البنات. انا نعاود قدامكم، ها هو انا، ها هو وكنشد من هنا وكنخرج، واضحه العمليه، كنظن انها واضحه جدا. وكالعاده الا ما فهمتوش شي حاجه راكم كتواصلوا معايا تبارك الله على الخاص، وشكرا للبنات اللي كتطبقوا، وشكرا
وصراحة هذا يعني فيديو خاص للأخوات اللي راهم مبتدئات وراهم عارفين راسهم، اللي هضروا لي على خدمة الصوفة وأنهم باغين يتعلموا صراحة الكروشي بحرير، علاش لا؟ فوالا هانتوما، انا درت دابا هاد الكميه بحال هكا، غنخدم معاكم بيها غير هاد شويه، غنخدم نحاول نخدم معاكم بيه. هانتوما مني دابا انا ساليت، شفتوها؟ فوالا انا من ساليت ها هي، غنشد الخيط عادي، الراس ديالو هو هذا، غندير ليه بحال هكا الطريقه ها هي، وغنخدم. اذا شحال ولاو عندي هنا؟ ولاو عندي 4. صافي غنخدم عادي ب4 ديال الخيوط، هما هادو ديالي. كما قلت لكم انا بالنسبه ليا هاد الطريقه هادي ما كنديرهاش انا بزاف، علاش؟ لان حدايا صراحه السيد اللي كيعمر ليا، فكنقول علاش لا يعمر ليا. هانتوما هذا غير طرف ديال الثوب، انا كففته بخيطها، هو ما كيبانش راه قري. اول بدايه كنبداو، كاين اللي اول حاجه البنات كاين اللي ملي كيدخل الخيط، انا غنوريكم كيفاش، كاين اللي ملي كيدخل الخيط كيعقدو، مثلا كيعقدو كيجبد الخيط بحال هكا كله كيشد كيعقد عادي، ديك العقده العاديه ديالتنا. كاين اللي لا كيخدم عادي بحال هكا، انا دابا اللي غندير ها هي شوها، ولكن هذا الخيط هذا، هذا الخيط هذا انا غنخدم عليه، يعني ها هو هنا، يعني الخيط انا غنشدو كذلك، تشوفوا من هنا فين شديتوها وشديتو بصبعي، فانا غنخدم عليه. اذا وندير ونحبك هنا، طريقه الحبيك ديالي كنت قلتها لكم انني مختلفه شويه، كنبغي ندير ديك العين عاد باش كندير غرزه حشو دائما، باش كتجيني بحال كنضرب بضربه سرانده. وكاين اللي كيخدمها كما قلت لكم عادي جدا. المهم انا خدمت، غندير سلسله غرزه حشو هنا في العين في الثوب، سلسله كنظن راه واضح، والخيط انا خديته لكم مغلوق باش يبان على قبل الثوب. انا كنزير يدي، غادي ديما كنقولها للاخوات، غرزه حشو هنا سلسله، ونضرب في الثوب نيشان، هذه كتسمى بنات سلسله، هذه غرزه حشو، او كنقولوا كنضربوا في الثوب، ضربه في الثوب يعني. شوفوا نتوما كيفاش كتقولوا لها، وكالعاده راه انا خدامه ب4، يعني حتى ديك الجعبه الكبيره راه انا خدامه بها. فوالا هانتوما نعاود معكم، نتمنى انه يكون الدرس واضح. هاد الطلب كانت تطلب مني من الاخت، كانت معايا نهار الاربعاء في لايف، هي اخت اكيد معايا في الماسنجر ودخلت عندي اللايف وطلبته مني، فانا ما قدرتش صراحه نقول ليها لا، وقلت لها ان شاء الله هاد السيمانه غنحطو لك، واخا ما كانش من في البرنامج ابدا ديالي، ولكن يعني لقيت صراحه طلبات كثيره، وخاصه هي من دخلت عندي اللايف، رغم انك دايره اللايف في موضوع تاني، فهي دخلت وطلبت مني هذا، فقلت لها اكيد صافي ان شاء الله غنحطو لك هاد السيمانه. كما كتشوفوا معايا فوالا بحال هكا كندير سلسله ونضرب في الثوب، وخصني نضرب الضربات البنات يكونوا مقادين، وحده 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 كما قلت لكم. هاد يعني هاد التطبيقات هادي راها موجوده عند الاخوات بزاف، ولكن انا من لقيت اصرار على من المتتبعات قلت علاش لا، صافي ما مرحبا واهلا وسهلا. شوفوا كما قلت لكم ضربات البنات يجي وحده بعضياتهم، نتمنى نكون فدتكم ولو غير بالقليل طبعا، وكنبقى غاده بحال هكا. وهذا هو الحبيك، راه ساهل،
ممكن يعني انتوما كمبتدئات تحبكوا هاد مثلا الا كانت جلابه تحبكوا هاد الجهه والجهه الاخرى وتلاقيوها عادي، فغتطلع لكم جلابه غير في نهار وغتحسوا انكم خدمتوا شي حاجه لنفسكم. كما دائما كنقول راه الكروشي بحر وعالم، يعني خاص الانسان غير يبدع فيه وراه عطا الله ما يدار فيه. اذا هذا كان هو الموضوع ديال اليوم او التطبيق ديال اليوم. كالعاده مرحبا باي تساؤلات ومرحبا باي استفسارات على قناتي وكذلك على الفيس كروشي بريستيج. كنتمنى البنات تدعموا القناة، كنتمنى البنات تبارطاجيو هاد الفيديوهات هادو مع الاصدقاء والبنات اللي باغين فعلا يتعلموا، ديروا لي جيم. واللي باقا ما شاركاتش في القناة ديالي فنتمنى انها تضغط على الزر ديال الاشتراك اللي هو كيكون مكتوب بالاحمر لتحت وتفعل الجرس باش يوصلها الجديد، لان الناس بزاف كيقولوا لي ما كيوصلهمش الجديد. فنتمنى انه يكون درس خفيف وواضح. وشكرا لكل اللي كيتصل بيا وشكرا لكل اللي كيطرح ليا اسئله، ومرحبا واهلا وسهلا في اي وقت. كانت معكم جميله على قناتي جميله بريستيج.